وجود. يا سلام، ابشر 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 ابشر. والله حاج انا بس اسالك سؤال بسيط. ايوه بسيط والله، في زي ابو علي. لا والله دقيقه ثانيه. يلا، هذا رجال رفيق لي عزيز علي ينشدني عن حاجه تعال منها والدته. يا سلام، اللي عزيز عليك عزيز يقول ارتجاع في المريء. نعم، وش العلاج المناسب يا دكتور لها؟ ارتجاع المريء المسببات كثيره، المسببات احيانا تكون ارتخاء بالمنطقه، منطقه الاتصال المريء بالمعده، منطقه الارتخاء بالحجاب الحاجز. هذه الارتخاء هذا له علاجات، له ادويه، واحيانا جراحه، يكون فتك، بيكون مفتوح المنطقه، المنطقه الواصله ما بين المريء والمعده اللي هو منطقه الحجاب الحاجز، تكون فيها تمزق فتك، فهذه تعطي روائح بالفم، تعطي ارتجاع احيانا. هذه لها علاج، ان لم ينجح العلاج الدوائي تجربه شهر شهرين مع الطبيب المتابع، يتابع له طبيب جهاز هضمي خاص بالجهاز الهضمي العلوي، ممكن يحتاج الى جراحه لضبطها، وهذول ما شاء الله تنجح عندهم 100%. فيها احيانا اشياء سلوكيه، سلوك الانسان، اما طريقه الاكل، انواع الاكل، زي ما تفضل الاخ قبل شوي الشيء القلوي والحمضي والاشياء، ادخال الطعام على الطعام، هذا من الاشياء اللي تسبب الارتجاع. النوم على وساده نازله يسبب ارتجاع، لما ينام الواحد ويرجع مكونات المعده اللي الحمضيه، لما ياكل اكل تبدا المعده تفرز عليه الاحماض المعديه الهاضمه والانزيمات القويه جدا، فما يجي ياكل لو حتى علك ولا فصفص، فتح المريء علشان يدخل هالحاجه البسيطه اللي ادخال الطعام على الطعام، ترجع الاحماض الى الاعلى وتسبب هذا الحرقان والحارق او الحارج يسمونه بعضهم. فهي احيانا سلوكيه، النوم، طريقه النوم ما تكون الوساده نازله، تكون وسادتين بدل واحده، مع رفع الكتف مع رفع المنطقه علشان ما يصير فيه انسياب للراجع، نكون على الامام افضل. ولابد من التشخيص، معرفة هذا السبب، وكل شخص له طريقته، إما غذاء معين يسبب له حساسية من أطعمة معينة، أو عيب من العيوب التي يعني أرادها الله سبحانه وتعالى، أو أطعمة سببت له هذا الشيء، مثل واحد شرب شيء سبب له هذا التهيج في هذه المنطقة، وبالتالي ارتخى المريء وطلعت الأحماض وهكذا. الله يجزاك خير. الله يبيض وجهك. ترى على فكرة يا جماعة الخير، عشان تكونوا في الصورة، الشباب اللي كان مقرر يحضر اليوم كنا نبي